دق الجرس دق الجرس، فسمعت أصوات الكسالى بالبكاء. لم أطرق الباب احتراما، أيداي ترتجف ارتعاشا مثل حبات السماء. حاولت لكن كان رائحة الصفوف كقاتل مأجور، مثل زقاق وادي الشام من نصف النهار إلى المساء. حتى وجدت قميص يوسف، والذئاب تكاد تأكل من يكذب في العزاء. حتى رأيت كتابة من ذلك الطبشوري، ها هو يكتب الشرح المهم، وفجأة كان الملخص بالدماء. الدرس أنتم، والتجارب في الطريق إلى الرصيف بكربلاء. لم يكتمل شرح المدرس، كان ينقصني السؤال متى نعود إلى الدروس، لكن صوت الباب